فكرة بكذا وشرب خير، إن شاء الله كل شيء تمام. جيناكم اليوم مقطع جديد يا أسطير، مثل ما أنتم شايفين مقطع اليوم حبايبنا نزل عنا سكنات الكريمنال حبايبنا، أول سكين اللي هو الموتور هذا حبايبي مثل ما أنتم شايفين، وعنا شيء ثاني شاب اللي هي الرقصة الكريمنال شباب نفس الوقت، هي تبعت النقود أو البلاغ ما عم تشوف هيك، عم تشوف هيك النقود بلوز. طبعا هذا الرقصة شاب فيها ميزة حلوة كمان، عم يقول لك رقصة لن تنقطع أثناء الحركة، هذا شاب يعني حبيبي والله النقود مجاني حبيبي والله. والموتور الثاني حبيبي اللي هو هذا ساعة القصة معلم، لنشوف شو راح نجرب مع بعضنا شو راح يكون وضعه هذا هلا السكنين راح نشوف مع بعض. سوا حبايبنا هلا تم جاهزين، يلا نبلش شباب ما بدنا نطول كثير ونشوف الوضع كيف راح يكون. اوكي هون شباب هذه اللحظة يعني اللي 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 اللي, اللي, اللي شوي صعبة. طبعا انا بالنسبة لي عندي هذا مستر ويجر راح نشيله، اوكي راح نشيل هذا الام ام 4، اوكي راح نعمل تأكيد ونجرب هالسكنات الكريمنال شباب الجديدة. الصراحة يعني كثير متحمس لهذا الوضع، ليش ما سمعت؟ أكيد يا شيخ. ول اجت زادت تتكرر يرجع. لا أولت معلم بلشنا بلش وجعونا راسنا يعني معلم شو ايش في؟ اخوان انا وات؟ كان شكل اللعبة معلم ملقلقة كانت حبيبي والله. اوكي اوكي نشرب شوية قهوة باللوز. اوكي حبيبنا لان راح وقت ال يعني اللي صعب شوي عندنا هون يا شباب، لفه لفتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. اوكي حلو في عجله حلوه يا شباب، فيها موتور ورخصه كريمنال حلو باللوس. ليش راح نجرب اول لفه شباب عشان يطلع لنا اي شيء. ليتس كيو يلا يا جميل هات لنشوف. ايوه في موتور وش حط عجله حلو خذ يا اخي فعلا شباب ما في مشكله يلا معلش. اوكي يلا موتور لا يا جدك. اوكي شو رايك يطلع لنا شي موتور بلو الزلمه يا اخي يا جماعه ما مين يا جماعه ما عرفت ايش عم بيصير ليش ليش يعني طلعوا لنا يعني اول لفه معلم ضروري يعني شباب نطول اخر لفه يعني ضروري. اوكي يلا قول نو ليه حلو يلا باقي معنا 1 2 3 يعني شو رايك نحاول نحصل عليهم قبل اخر شيء يعني اخر شيء شباب طبعا سعره يكون غالي حبيبي والله انت وحظك يا برو. اوه بتكون جبنا شباب اول موتور. طبعا شباب خلينا نشوف شو على السريع على الموتورات حابب اشوف شيء. هون هون على الموتور وين رايح انا وين رايح يا معلم وين 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 على الشخصية يا شباب ندخل على خزنة تمام هنشوف مع بعض شيء اللي هو هاي المركبة. اوكي حبيت اتاكد من شغلة يا شباب اها لا لا طلع فيها في مركبة فيها من قبل كمان هيك اشياء حلو بس ولكن معلم رح نحط بيت الكريمنال سكن الكريمنال مركبة الكريمنال موتور الكريمنال معلم يا سلام عليك باللوس عن جد حلو كتير شباب. طبعا انا حصلت عليه شباب سيرفرات تانية اوروبي شباب بلعب فيها على البث المباشر بس ولكن انا معلم سيرفر مينا يعني غير 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 صراحة. اوكي كان حقيقة نكون حاطين الموتور باللوس تمام ولا رح نكمل شباب رح نشوف حظنا كيف رح يكون. معقول معقول نجيب الرقصة قبل اخر لفة؟ اوكي شوف هي 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 لفة يعني الحاسمة يعني اوكي ان شاء الله يطلع لنا يعني يلا نروح. ايوه 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 لا يا زلمة انا عارف خلاص خلاص حظ بيض معلم. اوكي كم هالرقصة شباب هاي الرقصة يعني فيها كثير اوكي رقصة انت اوكي هالرقصة معلم ما بوقف نجي لهون حتى الرقصة لنشوف الو رقصة اين هي اين هي هاي هي طبعا لون اصفر معلم يعني لوس اوكي وين حتى مكان شو اين حتى مكان هاي حلو حتى مكان هاي لنشوف هالرقصة معلم ما بيوقف ركز معك ما بيوقف دم شغال معلم يعني ما يستاهل رقصة شباب ما بيوقف ابدا 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 ركز معي كيف حلو باللوس. اوكي نجي على الشخصية مرة ثانية نشوف شو مكتوب علامة عند الرقصة هاي لانه فيها شيء علامة عليها. اوكي رقصة هاي معي كيف معلم هاي شو شو من العلامة طلع فوق لوس. اوكي يلا لا ندخل نجرب هذا الموتور معلم عشان الموتور يكون باللوس شباب راح نعمل شغلة حلوة كثير شباب اللي هي ركزوا معي كيف كثير منكم الشباب حبايب ما بيعرفوا هاي هالشيء الامر لما تمشي الموتور معلم يضربوك بالرصاص ما يصير لك شيء انا راح احكي لكم كيف شباب تدخلوا على الشخصيات بتضيفوا هالشخصية حبايبي اوكي ووضعك راح يكون باللوس. اوكي حبايبي راح نجرب الان حبايبي مثل ما انت شايف الرقصه هاي طبعا شيل علم الرقصه شباب ركزوا معي كيف بتمشي تمام تستخدمها
بتبقى ماشي مع اللعبة على رواق. هي ميزة شباب، أول ميزة يعني جديدة باللعبة إنك ترقص والرقصة ما تتوقف شباب. يعني حبيبي والله بتقدر تعمل هيك تلعب وان شتات باللوز. نجرب والله الموتور. واخيرا شباب بعد مساعدة الشباب حصلنا هذا الموتور. يعني حبيبي والله تشكر حبيبي شادو. اوكي شباب لنا ناخذ هذا الموتور وبعدين نبلش جلد بالناس. اوكي يا سلام عليك. طبعا شباب الوضع يعني جد باللوز. ايوه عم شوف شباب جايين وراي حبيبي والله. طيب شباب نجرب هذا الموتور. حابب ندعس شوي نشوف الناس بعدين ندعس شوي بالناس. اصبروا شوي نعمل هيك. يا سلام لو والله صراحه شباب يعني في راح نجرب سرعه بيته شلون راح تكون. شوي نجرب بسرعه. اللي حادث صار معنا حادث صار معنا حادث معلم صار معنا حادث. اللي قولي 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 نور على الناس معلم. شوي شوي تم رصد العدو. ليه ما في واحد شباب؟ ما في واحد. ندعس معلم ندعس شوي. وينه 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 ابي اجرب. لا 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 قولي 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 شوف. لا لا بيدمج. يلا تعالوا 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 اهبط. واحد اثنين جود مسكين ثلاثة. يلا ده تحزم علينا يموتني هذا. ما يموتني. سيبه سيبه مش الحال. والله صراحة شوف شكل الموضوع حلو ماشي حاله. رحلة البحث عن الأعداء شباب. رحلة البحث عن الأعداء معلم. طبعا شباب ما عندي إلا درع والله خذ والله إذا حد يعني ضربة هيد شوت أو شيء هيك والله بروح فيه شباب. إيش معلم في نزل هوديك دروب؟ هذا الموتور. واخيرا شباب طبعا شباب هذه ثالث جيم كنا عم نلعب شباب عم دور هذا الموتور لحد لما شفنا الموتور. واخيرا شفنا الموتور معلم. قول لي صراحه يعني ماشي ماشي والله صراحه خفيف كثير يعني عنده افكت حلو شباب. ركز معي كيف العكس هيك شايفين الدولاب الامامي في عنده افكت حلو انه لما تكبس عليه معلم يعني يو افكت يعني تبين العجله. قول لي شافوا واحد شافوا واحد معلم ولا شلون؟ نشوف. قول لي اي واحد اي واحد اي واحد انا تا 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 اللي والله راح فيه معنا كده راح نجيبه. تعال 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 اطلع يا بول. ما بده يطلع يا طاولة. عشان ركز معي كيف تلعبوا بالموتور حلو كثير تلعبوه تلعبوه بالعين. هاي شايفين العين هاي يا شباب؟ هاي العين اسطورية. اللي تعال 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 حبيبي تعال تعال بحبك. ابلع ابلع يمي تعال تعال يا برو تعال. وين رايح يا معلم؟ شوف عم بضرب الجو. ايه وين رايح وين رايح؟ هذا طبعا حلو حلو اللعبه بالعين شاب كثير مهمه. شوف شو قد ماخذها يا زلمه. انزل ولا عم يدمجني يا زلمه. هرب 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 هرب. لا كسر لي موتوري يا زلمه. ليش كسر لي موتوري؟ ليش؟ يا زلمه واخيرا شفنا موتور تاني يا معلم. بدنا نروح شاب حاول نجيب البوي يا شاب الموتور. اوكي اول يلا ان شاء الله جرب. هي في واحد هي في واحد. قول لي 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 تعال تعال يا برو. ويل شوي رامبيج نايس والله حلوة. يا سلام عليك. باقي كم واحد؟ روح نساعد الشباب شباب. طيب خلينا نساعد الشباب. خلينا نساعد الشباب بالموتور ولا خلينا نصفر الموتور على اليمين؟ اوكي معنا لينشر نساعد الشباب على رواق. سواني شوي سواني شوي وضع باللوس اللوس ساعد الشباب. لا 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 موتور 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 بربك. لا 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 خليك باللوس خليك باللوس خليك باللوس خليك باللوس. ابلع ابلع اللي يجي يجي